حضرتك صاحب خطة الأردن الجديد. صحيح. يعني هاي فكرة مميزة وجديدة. صحيح. لم تبتكر بعد. يعني كنا شوي عن تفاصيل هذه الخطة. خطة الأردن النشامة بصراحة عملت كثير صدى على مستوى الوطن العربي وكثير ناس حكوا فيها، وأنا كنت مبسوط كثير إني يعني أنا كشاب أردني قدرت أشوف يمكن الإشي اللي مو قادرين يشوفوه رؤساء حكومات. صح. متلاحقة. صح. الموضوع كله هي خطة موائمة. إحنا بالأردن مشكلتنا أنه عمالنا بنمشي بطريقة معينة يمكن ما فيها سيكونس اللي بدنا إياه أو الترتيب العلمي اللي لازم نشتغل عليه، فبتلاقي مثلا بيجي إحنا معتمد استراتيجياتنا على الأشخاص وليس على استراتيجية متكاملة أو استشراف متكامل لخدمات الدولة، وهنا في جاب بيخوف. صحيح. لأنه أنا كدولة ما بعتمد على أشخاص قد ما بعتمد على استراتيجية متكاملة موجودة بتابعوا الأشخاص فيها بتغير مسمياتهم أو تغير مناصبهم أو تغير بالضبط. من باب التجديد.